بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه الاثنين من برنامج حياتنا يأتيكم دائما وابدا على شاشه تلفزيون قطر مساك الله بالخير عبد الله مساكم الله بالنور سلمان ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج حياتنا وحياتكم طبعا يعني حلقه اليوم ان شاء الله راح تكون مليئه بالمواضيع مليئه بالاشياء المميزه وفي شيء مميز صار قبل شوي اكيد الحدث الابرز مشاهدينا الكرام قبل قليل القى حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى كلمه اثناء مشاركته ضمن القمه الخاصه بالعمل من اجل المناخ بالامم المتحده والتي تشهد مشاركه عدد من الزعماء والرؤساء والقاده من دول العالم. نعم يعني يعني سلمان دوله قطر هي من اوائل الدول طبعا المشاركه في هذه الاتفاقيه اتفاقيه الامم المتحده يعني اللي كانت في عام 1996 ويعني اليوم دوله قطر تشارك في هذه القمه الخاصه من اجل المناخ في الامم المتحده اكيد ممكن ابرز ما جاء في 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 كلمه سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى هو كلامه عن ان قطر ملتزمه بتنظيم كاس العالم 2022 كنسخه صديقه للبيئه، وايضا اعلانه عن مساهمه قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزريه الصغيره الناميه والدول الاقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعيه والتحديات البيئيه. عبد الله مثل ما الكل عارف قطر دائما وابدا ملتزمه بدورها خلينا نقول في جعل دولة قطر أكثر صداقة للبيئة وذلك احنا شفنا مؤخرا في وجود العديد من المؤسسات اللي تدعم هذا النظام والكل عارف أيضا المشاكل اللي يمر فيها العالم أسرة نعم بمشاكل البيئة والمناخ نعم احنا يعني معاكم مشاهدينا الكرام راح نشوف الكلمة <applause> اللي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تيمين بن حمد آل ثاني في هذه القمة ونرجع لكم فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون معالي رئيس الوزراء اندرو هونز السيدات والساده يسرني في البدايه ان اتوجه بالشكر لسعاده الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش على جهوده المقدره في الاعداد والتنظيم لهذه القمه الهامه لا شك ان ظاهره تغير المناخ هي احدى التحديات الخطيره في عصرنا وهي مشكله متفاقمه باستمرار وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، ولا على مسار مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. تفرض هذه الظاهره الخطيره على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفه الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها ويكفينا النظر الى الدمار الذي الحقه اعصار دوريان بجزر البهاماس ومعاناه سكانها لتبين الحاجه الماسه الى هذا التعاون كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشان حضور كرام. لقد اضطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهه ظاهره التغير المناخي ففي عام 2012 استضافت الدوره الثامنه عشر لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه حول تغير المناخ كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة الذي شارك شارك فيه خبراء دوليين لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع والحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة وجمع الكربون وتخزينه، كما أن دولة قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015 وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلات والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها وتحسين جودة الهواء وتعزيز كافة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات وزيادة المساحات الخضراء وفي السياق ذاته وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميجاوات بعد ذلك كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات الانبعاثات ودفع الاستثمار في اتجاه خيار الأنظف خيارات أنظف وإننا بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة أول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه وأشير أيضا إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يطلع بدور فاعل في مكافحة تغير المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي كوكب واحد الذي تم إنشاؤه وفقا للمبادرة لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغير المناخ في القطاع الاستثمار وإدارة صناديق الثروة السيادية وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس، ويدعم اهداف التنميه المستدامه، وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعيه المستدامه. السيدات والساده، في اطار حرص دوله قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، اعلنوا عن مساهمه دوله قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزريه الصغيره الناميه. والدول الاقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعيه والتحديات البيئيه وبناء القدره على مواجهه اثارها المدمره وفي الختام اتمنى لهذا المؤتمر نجاح وتحقيق اهدافه المنشوده لصالح البشريه واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا مشاهدينا الكرام شاهدنا واياكم كلمه حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى وفي الختام كان الاعلان مثل ما ذكرنا في بدايه هذه الحلقه عن مساهمه دوله قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزريه الصغيره الناميه والدول الاقل نموا للتعامل مع تغير المناخ وايضا المخاطر الطبيعيه والتحديات البيئيه نعم وايضا من اهم الاشياء اللي ذكرها حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ان اول بطوله لكاس العالم بطوله كاس العالم 2022 راح تكون هي اول بطوله صديقه للبيئه محايده للكربون يعني هذا شيء كبير وتقدم ايضا في دوله قطر وتقدم للمحافظه على البيئه بالاضافه لاستخدام الطاقه الشمسيه في جميع ملاعب بطولة العالم 2022، أيضاً من الأمور اللي مرينا عليها من خلال كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هو التركيز على أن قطر في ظل رؤيتها الوطنية 2030 اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ، إذاً هذه كان أبرز ما شهدناه في كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل قليل طبعا عبدالله العديد من الأمور ممكن احنا ركزنا في, نعم. في كلامنا على موضوع دعم دولة قطر وأيضا بطولة كاس العالم راح تكون صديقة البيئة وأيضا المرور برؤية قطر الوطنية 2030 ودائما وأبدا قطر في مصاف الدول المتقدمة في جانب الحفاظ على البيئة. اكيد احنا راح ان شاء الله تكون لنا تغطية من هناك ولكن راح تكون راح نبدا معاكم مشاهدينا الكرام في تقاريرنا في موضوع يعني اخر اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي للغات الإشارة وذلك لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة. لغات الإشارة مشاهدينا الكرام هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام اللي نتعايش معها جنبا إلى جنب وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وإثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية مشاهدة الكرام تفاصيل حول اليوم الدولي للغة الإشارة في هذا التقرير إتاحة حق لغة الإشارة للجميع شعار اختارته الأمم المتحدة هذا العام للاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة الذي أقرته الجمعية العامة العام الماضي إذكاء للوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم حقوق سعت دولة قطر دائماً وما تزال إلى تعزيزها عبر جهود متنوعة تستهدف النهوض بهذه الفئة من المجتمع وذلك من خلال برامج تعليمية ومنتديات إقليمية ودولية ودورات تدريبيه يستفيد منها الصم واولياء امورهم لتسهيل التواصل ودمج هذه الشريحه في محيطها الاجتماعي في هذا الاطار يلعب البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع بمستشفى حمد دورا كبيرا في تشخيص الاعاقه لدى المواليد الجدد وعلاج الاصابات عند الولاده وتعزيزًا لحقوق هذه الفئة، أنشأت وزارة الداخلية خدمة طوارئ السم التي تتيح لهم النفاد إلى خدمة الطوارئ دون وسطاء، مسخرةً لذلك شبكة متطورة من تكنولوجيا الاتصالات ومختصين في لغة الإشارة. هذا الاهتمام بفئه الصم تجاوز حدود دوله قطر عبر برامج انسانيه تنفذها جهات عديده بالدوله منها الهلال الاحمر القطري الذي اتاح للعديد من الطلبه ذوي الاعاقه السمعيه بقطاع غزه مواصله تعليمه الجامعي والتخرج بشهادات تتيح لهم ولوج سوق العمل أذن مشاهدي الكرام شفنا معاكم هذا التقرير اللي يتكلم عن اليوم العالمي للغة الإشارة وشفنا أمانة جهود دولة قطر في هذه اللغة، عبدالله اللي أعجبني في هذا التقرير هو جهود وزارة الداخلية في تعميم آه آه خلينا نقول آه يعني هذه التجربة على الموظفين في التعامل مع الناس اللي يستخدمون لغة الإشارة وأتمنى أن الكل يحدث هذا يعني. وزاره الداخليه امانه في جهودهم للتواصل مع كافه شرائح المجتمع. نعم واحنا استضفنا اكثر من مره ناس من ذوي الاعاقه من يعني اصحاب لغه الاشاره وتعلمنا منهم بعض الحركات في لغه الاشاره صراحه يعني لغه جدا جميله لغه جدا ممتعه تستمتع صراحه يوم تتعلمها. يعني خلينا ننتقل معاكم معاكم مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر انطلقت في المؤسسه العامه للحي الثقافي كتاره فعاليات جائزه كتاره لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في دورتها الرابعه، طبعا اللي تتضمن فئتين الشعر النبطي والشعر الفصيح التفاصيل مشاهدينا الكرام انشوا في هذا التقرير تجمل الشعر بخير البشر شعار الدوره الرابعه لجائزه كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم التي شهدت اقبالا كبيرا بتقدم اكثر من 1100 من محبي الشعر من دول مختلفه جائزة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم هي الجائزة الأكبر بعدد المشاركات، وصلت المشاركات الدورة الحالية الدورة الرابعة إلى 1158 مشاركة تحت شعار تجمل الشعر بخير البشر. إن شاء الله نبدأ المنافسات اليوم بفئة الفصيح 15 خمسة، خمسة شاعر سيتنافسون للوصول إلى أفضل ثلاث شعراء ويتم تكريمهم إن شاء الله يوم الجمعة والإعلان عن النتائج <applause> تتميز هذه الدورة كذلك بأهمية الجائزة المالية المرصودة للمراكز الثلاثة الأولى في فئتي الشعر الفصيح والنبطي جائزة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، الجوائز سوف يتم توزيعها بين فئتين، فئة فائت الفصيح والنبطي، الجائزة الأولى مليون ريال قطري لكل فئة، 700 آه آه ألف ريال لكل فئة، آه والجائزة الثالثة 400 ألف ريال آه لكل فئة، آه أيضا إضافة سوف يتم طباعة الديوان آه أفضل 30 قصيدة في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انطلقت قلوب الشعراء قبل ألسنتهم بنظم شعر في حب خير الأنام مع بدء النسخة الرابعة من جائزة كتارا لشاعر الرسول تبشر بمنافسة شيقة طبعا مشاهدينا الكرام في التلفزيون قطر طبعا تغطيه خاصه لهذه الجائزه جائزه كثار لشعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا سلمان يعني كنت موجود اليوم الصبح وشفت يعني تفاعل ال 15 مشارك في فئات الشعر الفصيح ويعني يوم تحس ان الواحد يدخل وهو يلقي قصيده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع من من لجنه التحكيم وهو مستانس، يدخل وهو مستانس يطلع مستانس لان الكل فايز طبعا في وصوله لهذه المرحله والكل فايز في القصيده اللي يكتبها في الرسول صلى صلى الله عليه وسلم دائما وابدا الشعار تجمل الشعر في خير البشر مشاهدي الكرام احنا مستمرين معاكم واولى فقراتنا الحواريه في حلقه اليوم من برنامج حياتنا راح تكون عن وزاره البلديه والبيئه ولكن بعد هذا التقرير تحرص <applause> 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 وزارة البلدية والبيئة على حماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي واستزراع البر في اطار مشروع اعاده تاهيل الروض والبر القطري الوطني حيث تعد مشاريع الاستزراع التي ادرجتها قطر ضمن اولوياتها واستراتيجياتها خطوه رائده نحو بيئه قطريه مستدامه وتحقيق رؤيه قطر 2030 ويعد مشروع اعاده تاهيل الروض من المشاريع الاستراتيجيه الوطنيه التي اطلقتها وزاره البلديه والبيئه قبل سنوات وذلك للمحافظه على الروض التي تعد النواه الاساسيه لتاهيل البر القطري بكل عناصره ولاهميتها التاريخيه والتراثيه فضلا عن اهميتها الاجتماعيه وارتباط اهل قطر بها مشاهدينا الكرام تبذل دولتنا الحبيبه قطر ممثله بوزاره البلديه والبيئه جهود حثيثه لازدهار الحياه الفطريه وخاصه مع دخول فصل الشتاء وحتى انتهاء فصل الربيع. طبعا يظهر هذا بشكل واضح مع هطول الامطار واعتدال الطقس حيث ينعم البر القطري بمساحات واسعه من الروض اللي طبعا تنمو بفعل مياه الامطار. عبدالله تاتي قضيه تنوع البيئه والمحافظه عليها من اهم الاولويات والقضايا اللي تعمل اداره الحياه الفطريه في وزاره البلديه والبيئه على مواجهتها من اثار التطور الحديث وايضا الزحف العمراني. طبعا الحديث اكثر عن الموضوع يسعدنا ان نستضيف السيد علي المري رئيس قسم الحياه الفطريه والخبير البيئي في وزاره البلديه والبيئه حياك الله ويانا الله يحييك سعداء جدا بتواجدك معنا مجددا في برنامج حياتنا. احنا سعد الله يسلمك. بداية خلينا نتكلم عن أهمية المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي وكيف يساهم هذا الشيء خلينا نقول في التنوع في توفر توافر الموارد. طبعا أول شيء أشكركم على الدعوة الكريمة. بالنسبة للحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة طبعا من ضمن الفعاليات اللي قامت فيها وزارة البلدية والبيئة اللي هي حماية الروض. طبعا حماية الروض يعني تكون طبعا بمراحل عدة مراحل. في طبعا الروض اللي تحتاج عدة الزرع كامل وفي الرواضة الرواض اللي مثلا فيها نباتات مهدده بالانقراض وفي الرواضة اللي تحتاج استزراع يعني من البدايه يعني استزراع كلي فبدايه التنوع الحيوي يكون دائما عندك اول اول نقطه عندك اللي هو استزراع الرواض واعاده تهيئه نعم وبعد ذلك تبدا عندك السلسله السلسل الغذائيه والطيور والحيوانات نعم وبرنامج حماية الروضة هذا يعني شنو الهدف منه؟ شلون جاتكم فكرة أن تحمون الروضة الموجودة في الدولة؟ آه. طبعا في البداية أنت تعرف في دولة قطر بدأ بدأت البيئة أو أول حاجة عن طريق مجلس الأعلى المحميات وطبقوا فيه نظام اللي هو حماية البر بوضع دوريات وحماية البر عشان مرتادي البر يحافظون على البر من الاحتطاب الجائر ويحافظوا على الروض. بعد ذلك انتقلت الوزاره انتقلت الوزاره الى حقبه ثانيه كانت عباره عن وزاره البيئه ثم وصلت الى وزاره البلديه والبيئه. في السباق مع الزمن وتطور العمران السريع و... والرعي الجائر وطبعا الاحتطاب رات الوزاره ان افضل طريقه للحفاظ على التنوع الحيوان مثل ما قلنا اللي هو اضطرينا لتسوير الروض م. للحفاظ على ما ما بقي يعني. فرات انها تسوي الروض هذه لبعضها ل... ل... الأهمية تاريخيه لدوله قطر مثل غافات مكين وعندنا مثل في العطورية عندنا اللي, اللي هي تحويط روضة المنبر القطر البري وكذلك الغضاء اللي هو في جنوب قطر جميل خلنا يعني ناخذ تفاصيل أكثر في موضوع تسوير الروض مثل ما تفضلت أن الموضوع له أهمية بشكل كبير على أساس أن احنا نحافظ على هذا الموروث خلنا نقول ونحافظ على هذه البيئة أيضا شنو النتائج اللي الإيجابية اللي ممكن نلمسها من موضوع تسوير الروض طبعا النتائج طبعا كثيره ومبشر بخير يمكن يعني شافها الاغلب يعني نتيجه تصويره يعني, يعني في بعض النباتات الحوليه وبعض النباتات رجعت ثاني مره للبيئه قطرية جميل. طبعا بعضها رجع بفعل الطبيعه وبعضها الاخر رجع طبعا بمجهود مجهودات الوزاره مشكوره. لان احنا عندنا وزاره البلديه عندنا ثلاث ادارات يعني مسؤوله عن اعاده اللي هو تاهيل الروض. <applause> عندنا اداره اداره الحمايه والحياة الفطريه وعندنا اداره البحوث الزراعيه وعندنا اداره الشؤون الزراعيه اداره البحوث الزراعيه هذه متخصصه في جمع البذور وعندنا بما يسمى بنك البذور نحفظ فيه البذور طبعا البذره البذره اللي هميزه انها تعيش 20 سنه من 20 ل 25 سنه زائد احنا عندنا الشؤون الزراعيه عندها طبعا طاقم كامل من مهندسين وغير مهندسين بالاضافه للخبراء من هو اداره اداره الحمايه والحياه الفطريه يعني هذول الإدارة الثلاثة طبعا تتكاتف إلى إعادة الحياة إذا ما كانت بفعل طبيعة ترجع بفعل طبعا مجهودات تبع الوزارة نعم يعني ما بقى شيء على الموسم موسم الشتاء وتبدا الكشتات ويبدا يعني يبدون الناس يروحون للعنن والسوالف هذه خلينا نتكلم طبعا عن استعداداتكم في وزاره البلديه والبيئه ويعني شنو هي الاستعدادات لاداره الحياه الفطريه الموجوده من خلال الفتره الجايه ايه. طبعا احنا بالنسبه لاستعداداتنا كوزاره وكاداره الحمايه الفطريه يعني متكرره كل سنه احنا قبل بدايه موسم الامطار طبعا بالتعاون معكم كجهه اعلاميه اولى ومع وسائل الاتصال الاجتماعي جميعا نبدا طبعا نحط الفيديوهات ونحط التحذيرات يعني يقولون يا جماعه هذا موسم موسم امطار يعني عليكم تجنب الروض على اساس ان سبحان الروضه طلع كل اللي داخلها يعني في بعض الناس ارتاد البر والامطار اللي الحين نازله فاثناء دخول بالسياره وخروج يعني يمنع طبعا طلوع البذور. فهي <applause> طبعا يسبب في تخريب نوع من البيئه. ننتقل لمحور اخر اخوي علي يعني امانه جهودكم كبيره في موضوع الرواد يعني لو نتكلم اليوم لنهايه الحلقه ما راح نوفيكم حقكم في في هذا الموضوع، لكن في نقطه مهمه وهي مكافحه التصحر واتوقع هذه على راس اولوياتكم، خلينا نتكلم عن دوركم المباشر في موضوع مكافحه التصحر. طيب بالنسبه لمكافحه الصحر طبعا الدوله موقعه اتفاقيه الاتفاقات الصحر اللي هي تحيد الاراضي. م. فاحنا كدوله حين داخله في نشاط عمراني متوسع وانت عندك مشاريع كبيره لازم تنفذ على الوضع، فتبنت الدوله الاستراتيجية يعني بقدر البنيان لازم يكون قدر الزراعه فانا اذا بسلم الشركة مشروع بناء مثلا ملعب او شارع او غيره في حاجه اسمها تعويض بي بقدر الضرر اللي سببت البيئه لازم تعوض البيئه بزراعة بالزراعة أو سقي أو ري أو مساعدة يعني برجع البيئة لطبيعتها جميل نعم فهذه واحدة من واحدة من السياسات المتبعة وطبعا احنا مجتهد وطبعا اجتهادنا قاصر من طبعا من غير الاخوان الجمهور نعم جميل طبعا سيد علي المري احنا راح نتواصل معك والحديث اكيد مهم جدا لك لو تسمح لنا وايضا اسمحونا لنا الساده المشاهدين راح ننتقل مباشره من استوديو برنامج حياتنا في تلفزيون قطر الى موفة تلفزيون قطر في نيويورك الزميل عبد الله المريخي عبد الله الله بالخير والكلمه عندك مرحبا اخوي سلمان احييك واحيي ضيوفك الكرام واحيي ايضا متابعين شاشه تلفزيون قطر الحبيب أحييكم هنا من نيويورك ايضا من امام الجمعيه العامه للامم المتحده في مقرها الرئيسي، حيث اجتمع ايضا اليوم قاده دول العالم وايضا شارك معهم حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى في قمه المناخ وايضا تحدث عن دور دوله قطر في هذه المشكله وايضا في حل هذه المشكله وايضا عن مساهمه دوله قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الصغيره الناميه والدول الاقل نموا للتعامل ايضا مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعيه والتحديات البيئيه، ايضا كما شاهدنا قبل قليل كلمه سمو الامير وايضا عن ابرز ما تحدث فيه من تحديات تواجه العالم ايضا وايضا في حل في مشاكل العالم، بتحدث الان مع احد او ثلاث من اخواتي هنا من دوله قطر مشاركين مع وزارة البلدية والبيئة وأيضا شافوا القمة وأيضا كان لهم مساهمة في هذه القمة بتحدث معهم الآن مع تعرفيني باسمك أول شيء في البلد. معك مرافع عبد الحميد خريجة من جامعة قطر عضو في حركة الشباب العربي للمناخ احنا جايين مع وزارة البيئة والبلدية ممثلين الشباب القطري في القمة واجهنا كثير من المجموعات والفرق من مختلف دول العالم اكتسبنا كثير من الخبرات ومن من ذوي الخبره من رؤساء الدول والعلماء والاخصائيين في هذا المجال والأمان استفدنا كثيرا يعني لتطوير ان شاء الله المشاكل البيئيه الله يعطيك العافيه اتمنى لكم مشاركه ان شاء الله مشاركه مميزه بنتقل لك بعد اختي شلون شفتي دور دوله قطر في مشاركه هذه القمه في قمه المناخ بالتحديد الحمد لله دولة قطر مع خطاب الأمير ما قصر و شلون شفتوا انتم يعني مشاركتكم هنا فيها يعني مثلا ايش اللي شفتوها من مشاكل ايش اللي اشياء ممكن انها تحتاج العالم وايضا ممكن لمستوها ممكن انتم كشباب يعني انه ممكن هذه مشاكل تواجه العالم ونتحداها ايضا من هذه الاشكال طيب ابى انتقل اختي الثالثه ايضا نفس السؤال اللي سالتها يعني شفتوا المشاكل اللي لمستوها شنو الاشياء ممكن اللي شفتوها من تحديات تواجه العالم من ابرز التحديات اللي تواجه العالم حاليا هو التغير المناخي ولازم اصلا الموضوع التغير المناخي لازم يكون على راس الهرم من الاهتمامات اللي لازم يعني نحلها او يعني نساعد في حلها مشاركتنا احنا كشباب هنيك مع الامم المتحده وخاصه مع فئه الشباب كان في يوم يوم تسعة اللي هي قمه الشباب كانت مشاركتنا جدا فعاله ومفيده بحيث ان احنا تبادلنا الخبرات معهم وكان من ابرز الاسئله اللي تجينا ان احنا شلون نواجه كدوله خليجيه مصدره للغاز ومنتجه للنفط، شلون نواجه التغير المناخي وخاصه انه يعتبر طاقه غير متجدده، شلون احنا ممكن نواجهها؟ فكان فتبادلنا معهم المعلومات ان احنا عندنا بالعكس بدائل للطاقة المتجددة تستخدم في دولة قطر وخاصة راح تطبق في كاس 22 لأنه صراحة أبرز 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 المشاركات للدولة الله يعطيكم العافية إن شاء الله وأتمنى لكم التوفيق في كل مشاركاتكم إن شاء الله وأتمنى إن شاء الله نشوفكم من أحد الفعالين هنا في الأمم المتحدة الله يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا إذا مشاهدينا الكرام وايضا اخوي سلمان وضيوفك الكرام مثل ما شفنا احد اخواتنا وايضا مشاركين كانوا هنا في الامم المتحده وهذا يمثل لهم ايضا تحدي انهم كيف يتحدون او كيف يشاركون العالم التحديات التي او خلينا نقول المشاكل التي تحدث بالعالم وايضا كانت مشاركه اليوم قمه المناخ التي شاركوا فيها جميع او اغلب دول العالم ومنها كانت مشاركه رفيعه من دوله قطر بقياده حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى. هذه من أمام الأمم المتحدة ننتقل لكم الآن إلى الدوحة في استوديو برنامج حياتنا من سيديو برنامج حياتنا أخوي عبد الله إحنا نشكرك جزيل الشكر على تغطيتك من نيويورك من أمام الأمم المتحدة، عبد الله يعني شفنا لقاءات أخونا عبد الله مع المشاركات من طلبة نعم. الجامعة وهذا أمانة شيء إيجابي. نعم شيء إيجابي ويعني مثل هذه الزيارات للطلاب يعني تزيدهم ثقافة وتحمسهم ويعرفون يعني المشاكل اللي صايرة في العالم يعرفون الحلول اللي ممكن تتوفر. احنا نرجع ونستكمل حوارنا مع السيد علي المري رئيس قسم الحياة الفطرية والخبير البيئي في وزارة في البلدية والبيئة، يعني مثل ما احنا نعرف أن في حيوانات تكون مهددة بالانقراض فيسوون لهم مثل المحميات يحاولون أنهم يساعدون على أساس أنه يعني ما ينقرضون أكيد أيضا في نباتات مهددة بالانقراض خلنا نتكلم عن النباتات النباتات المهددة بالانقراض في دولتنا الحية قطر وشنو دوركم في وزارة البلدية والبيئة للمحافظة عليها طبعا الوزارة هذه من ضمن أولوياتها اللي هو حفاظ على نباتات مهددة بالانقراض فلذلك طبعا الوزارة عندها فريق مسحي يمسح دائما الدولة بالكامل ويشوف تجمعات الأشجار والنباتات وطبعا يسوي إحصائيات بحيث يشوف النباتات اللي بدأت طبعا عداتها تقل فعندنا يعني أو, أو أول مشروع سويناه اللي هو تسوير غافات مكين هاي في الشمال لاحظنا أعدادها بدأت تقل إلى أن انحصرت في منطقتين في روضة راشد وفي في منطقة مكين فبدينا بتسوير المنطقة بالكامل ووضعناها منطقة دراسة التسوير كان لأسباب أول حاجة اللي إحنا محتاجين نجمع بذور والبذور هذه نحفظها في بنك البذور زائد نعيد نشرها في مكان ثاني خصوصا أن الغاف هذا غاف يعني نبات قطري وطبعا يرتبط بالتراث السابق كذلك عندنا نبات الغضا وهو طبعا شبه اندثر بكثرة تطاب للناس تهوى هذا النوع من النبات يعني طبعا للتدفئه والاحتطاب. آه ثالثا نبات البنبر البري وهذا موجود في العطوريه الموجود حاليا معظم مستزرع في بيوت طبعا غير النبات الموجود في البر. <applause> كذلك وزاره طبعا انشات مثل ما قلنا سابقا بنك البذور واجتهدت انها يعني تجمع اكبر قدر من البذور واحنا دائما في بدايه كل فصل الشتاء نحاول ننشر البذور في اماكن مختلفه. طبعا بال يعني بالاتفاق بين الجدارات والمنسوبين نوزع البذور بطريقه معينه بحيث انها ترجع لطبيعتها ترجع لبيتها المناسبه. جميل. نعم. اخوي علي يعني دائما احنا نشيد ونمدح ونتكلم اكثر من على مستوى الوعي اللي موجود امانه في المجتمع من مواطنين ومقيمين. اليوم اه نشوف في كل موسم بعض المخالفات البسيطه صحيح. الفرديه اللي تصير في الرواد ممكن ناتجه عن عدم وعي وعدم صحيح. ادراك لاهميه هذه الروض نتكلم اليوم عن دوركم في التوعيه بالنسبه للجمهور وابرز المخالفات اللي ممكن انا ارتكبها ولكن ما يكون عندي الوعي والادراك الكامل لخطوره هذا الفعل على البيئه صحيح طبعا انا اول بشرك بدايه مستوى الوعي زاد عند غالبيه الجمهور الحمد لله الا الا ان في بعض المخالفات لا يعني لحد موجوده اللي هي المخالفات اثناء زيارتك للروضه يعني انت الروضه جهه نظيفه وممتازه تقعد فيها مع اهلك او ربعك او او كان بعض الناس بعد ما يطلع طبعا المفتش البي يعني ما يقدر يمر عليك اذا مثلا معك عائله او معك صحيح يخليك على لكن ويخليك الوقت اللي انت تحتاجه لكن اذا اضطريت تمشي حاول انك طبعا تنظف المكان اللي انت فيه كامل لان الوزاره وفرت لك الله يعزك حاويات ابد ونطال على طريق تحط فيها طبعا المتبقي من الفضلات على اساس انت لو جيت المره الجايه او جاء غيرك المكان يحصله مثل مطلع. ما تفضل نعم سيد علي كلمه اخيره توجهها للمشاهدين والله طبعا انا اشكركم اولا واشكر المشاهدين طبعا على تعاونهم وتفاعلهم في الفترات الماضيه وعلى حرصهم على بيئتهم و... هذاLand بيض الله وجهكم <applause> موفقين ان شاء الله السيد علي المري رئيس قسم الحياه الفطريه والخبير البيئي في وزاره البلديه والبيئه كل الشكر لك ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في في الموسم وفي خلينا نقول طوال العام <applause> <applause> جزاك الله خير والله يحفظك يعطيكم العافيه وما قصرتوا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام حرصا منها على تعزيز فهم اعمق لمختلف الجوانب الاسلامية لدى جميع افراد المجتمع على نطاق واسع. تنظم كلية الدراسات الاسلامية بجامعة حمد بن خليفة مجلس المبدعين لمناقشة قضايا الاسلام في زمن العولمه. طبعا الفعاليه تستمر لمده اربعه ايام وتسلط الضوء على كيفيه جعل الاهداف العالميه اكثر ارتباطا بالعالم الاسلامي بما في ذلك الاهداف الاستراتيجيه لدوله قطر. الحديث اكثر عن هذه الفعاليه يسعدنا ان يكون معنا في الاستديو السيده زينات حسن طالبه ماجستير في الدراسات الاسلاميه والشؤون الدوليه في جامعه حمد بن خليفه بدايه نقول لك مساء الخير ونسعد جدا بتواجدك معنا في برنامج حياتنا. شكرا. في البدايه خلينا نتكلم عن فعاليه مجلس المبدعين الاول اللي تنظمها طبعا كليه الدراسات الاسلاميه وشلون تقيمين نسبه المشاركه والاقبال على هذه الفعاليه في البدايه خليني اتكلم اول عن مجلس المبدعين م. الاسلام في زمن العولمه هي عباره عن مساحه مبتكره تناقش اهداف التنميه المستدامه في العالم وربطها مع أهداف رؤية قطر 2030 والعالم الإسلامي. بمعنى آخر هي تهدف إلى توطين هذه الأهداف وربطها بالعالم الإسلامي بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص. نسبة المشاركة كانت جيدة جدا في الأمس. عدد المشاركين المتوقعين حوالي 2000 طالب من مختلف الثانويات في مدارس قطر. تم تسجيل حوالي 436 مشاركة. بالاضافه إلى 198 زائر جميل هذا بالنسبه ليوم امس جميل يعني كان في اقبال اقبال جدا جيد جميل خلنا نتكلم اكثر عن المواضيع والانشطه اللي ستناقش في في الجلسات المختلفه والى متى راح يستمر باذن الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع وهذه الفعاليات هذه الفعالية يعني كما أشار أنه هي بتبدأ من يوم الأحد وانتهي يوم الأربعاء يوم الأربعاء هي عبارة عن معارض انتقائية وفيها أنشطة وورش عمل تدريبية تستهدف الشباب القطري في المدارس الثانوية نذكر من هذه الأنشطة النقاشات التي تدور لمدة عشر دقائق وتقام على نمط تيد هي هدفها تعزيز التفكير الملهم عند الشباب القطري. كما يوجد مساحه اخرى عباره عن معرض كوميكس زون هو عباره عن الرسوم الهزليه تقدم فيها المقاطع مقاطع الفيديو بالاضافه الى بعض المحتويات التعليميه. كما يوجد ايضا برين ديتس هذه منصه اطلقتها جامعه حمد بن خليفه. تستهدف طلاب الجامعة بشكل خاص للتواصل مع الخبراء والأكاديميين للاستفادة من خبراتهم بالإضافة إلى إمكانية التواصل معهم في المستقبل. بالإضافة إلى مشاركة برنامج الإنمائي للأمم المتحدة الـ (UNDP) لديهم ورشة عمل تقام على مدار أربعة أيام أيضا بعنوان كيف تصبح سفيرا لأهداف التنمية المستدامة. جميلة. ما شاء الله يعني اهداف كثيره بما انك ذكرتي الاهداف خلينا نتكلم عن الاهداف طبعا اللي تسعى لتحقيقها الفعاليه من خلال طبعا تناولها للقضايا الاسلاميه في زمن العولمه اول شيء خلينا نشير الى بعض الاهداف في التنميه المستدامه منها تعزيز المساواه القضاء على الفقر تعزيز التعليم تعزيز الصحه بالاضافه الى القضاء على عدم المساواه الاقتصاديه تهدف هذه الفعاليه الى ايصال اهداف التنميه المستدامه الى المجتمع القطري وربطها برؤيه قطر 2030 بمعنى اخر هي تساعد الاطفال والشباب والمجتمع على فهم اثر هذه القضايا في بيئتهم المجتمعيه على سبيل المثال الصحه التغذيه بيئه خاليه من العنف مقاربات اكثر استدامه لاستخدام المصادر واذا حصل فهم اكبر سيحصل, سيحصل تقدم اكثر بما يصب بخدمه تحقيق هذه الاهداف جميل. احنا تحدثنا في بدايه الفقره ممكن عن مشاركه الطلاب في اليوم الاول والعدد اللي كان مثل ما تفضلتي انه جيد جدا واحنا نتامل اكيد مشاركه اكثر الى يوم الاربعاء ولكن ايضا نبي نمر ونعرج على موضوع مشاركه الاكاديميين والخبراء في الفعاليه وايضا اهميتها في تنفيذ اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه. نبدا بمشاركه الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة <applause> الذي قدم الكلمة الافتتاحية وكذلك أطلق كتابه بمسمى وظلم ذوي القربة والطريق إلى اليونسكو ويوجد عدد كبير من الأكاديميين والخبراء والمختصين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة نذكر على سبيل المثال دكتورة عزة كرم هي مسؤول أول في برنامج الأمم المتحدة للسكان كذلك يوجد سليم هوغو هو رئيس قسم السياسات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدور حاليا جلسة نقاشية على مستوى عالي يشارك فيها الأستاذ الدكتور فولك هو مدرس في جامعة برينستون بالإضافة إلى كونه رئيس تحرير مجلة The Nation and the Progressive نعم اكيد في كل فعاليه او في كل مؤتمر يكون في جهات مشاركه خلينا نتكلم عن طبعا الجهات المشاركه والمؤسسات مع كليه الدراسات الاسلاميه وايضا يعني من هذه الجهات هو مركز قطر مركز مناظرات قطر ودور كل كل مؤسسه منهم يوجد حوالي 22 مؤسسة محلية ودولية كلها تشارك في تحقيق هذه الأهداف نبدأ بصلتك تقدم ورش تدريبية إلى طلاب الثانوية وتجيم على تقديم مشاريع تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ابتكار أيضا تقدم ورش تدريبية تعطي فرصة للطالب من أجل التعبير الحر عن الحلول المبتكرة كذلك الهلال القطري الهلال, الهلال الأحمر القطري يقدم محاكاة عن تجربة اللاجئين كذلك يوجد خيام فعليه ويوجد مستشفى ميداني في جامعه حمد بن خليفه حاليا بالاضافه الى مجلس قطر للمباني الخضراء يقدم ورش حول كيفيه تحويل المباني في الجامعات الى مباني صديقه للبيئه اما مركز قطر للمناظرات يقدم تجربه فريده من نوعها صراحه يعني حتى انا انبهرت فيها يدخل المشارك إلى قاعة عبر بوابة ويتواصل مع اللاجئ في بلد آخر وكأنهم في قاعة واحدة وذلك يقربون المسافات على الرغم من البعد يعني تجربة جيدة جدا للتعرف على أشخاص حول العالم جميل. عن طريق الـ جميل. يعني نشكر مركز مناظرات قطر أمانة على مثل هذه الفعالية لكن اليوم الأول نتكلم وأنت طالبة ماجستير في 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 جامعة حمد بن خليفة بالتحديد في كلية الدراسات الاسلامية، خلينا نتكلم عن جهود هذه الكلية في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لدولة قطر ومنها ايضا رؤية قطر الوطنية 2030. طبعا كلية الدراسات الاسلامية تقوم بجهود جبارة لتحقيق الاهداف العالمية عن طريق المبادرات الابداعية والتقدم المجتمعي ومجلس المبدعين هو خير دليل على هذا الدور. بالاضافه الى ارتباط كليه الدراسات بعدد كبير من الاخصائيين والخبراء المحليين والعالميين يمكن ان نقول ان هذه الكليه هي صله الوصل بين الاهداف والمجتمع الاسلامي والمجتمع القطري. نعم، لو نتكلم اكثر عن الفعاليات، المسابقات اللي راح يشاركون فيها الطلاب. اكيد الطلاب راح يشاركوا بكثير من المشاريع والانشطه الابتكاريه على سبيل المثال سي يعني يدخلون تجربه المحاكاه التي تقدمها الهلال القطري سيعيشون التجربه سينتقلون بين الخيام والمستشفى الميداني سيشاركون بالورش التدريبيه كما يوجد ميكاثون تقدم مهمة للطالب أن يقدم مشروع بما يتماشى مع تحقيق الأهداف جميل أيضا لو نتكلم عن جواز التنمية المستدامة اللي ستمنح في نهاية هذه الفعالية وعلى أساس يتم منح هذه الجوائز طبعا ستختتم تختتم هذه الفعاليه بتقديم جوائز بما يعني ستضم ايضا افراد من المجتمع المدني والقطاع الخاص وخاصه الافراد الذين قدموا افكارا ابتكاريه وفاعليه ستقدم جوائز مقسمه الى خمس فئات فئه الاشخاص والشراكه والسلام والازدهار والكوكب بمعنى اخر من يساهم في دعم الحفاظ على الكوكب سيأخذ جائزة يعني تصب في هذه الفئة نعم. وهكذا كذلك يوجد جوائز متخصصة لأخلاقنا صلتك لمجلس قطر ما الخضراء والمؤسسة القطرية للتوعية الاجتماعي نعم تبقى. سيدة زينات كلمة أخيرة توجينها للمشاهدين في ختام هذا اللقاء أختتم بشعار ابتكار من أجل غد أفضل وشكراً جزاك <applause> الله خير مشاهدينا الكرام احنا نشكر في ختام هذه الفقره السيده زينات حسن وهي طالبه ماجستير في الدراسات الاسلاميه في جامعه حمد بن خليفه شكرا لك شكرا, شكرا لك يعطيك العافيه <applause> سلمان ودك تطلع من الاستوديو شوي والله ودي صراحه خلينا نروح كتاره يلا توكل على الله كتاره طبعا مشاهدينا الكرام وزميلنا فيصل إبراهيم الموجود طبعا في حفل افتتاح الملتقى الجامعي الاعلامي فيصل الاول مساك الله بالخير فيصل والكلمه عندك زملاء في الاستديو احييكم واحيي ضيوفكم الكرام وبكل تاكيد التحيه موصوله للساده المشاهدين. حاليا انا متواجد في المؤسسه العامه للحي الثقافي كتاره في الملتقى الاول الجامعي الاعلامي، طبعا هذا الملتقى تم تنظيمه من قبل المركز الاعلامي للشباب التابع لوزاره الثقافه والرياضه. شنو هالملتقى وشنو تفاصيله؟ نتعرف اكثر باستضافة السيد عيسى عبد الله مدير الشؤون الاداريه وشؤون الموظفين، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور ويا اهلا ومرحبا فيكم. يا مرحبا فيك. استاذ عيسى بدايه لو تعرفنا بهذا الملتقى مثل ما قلت الملتقى الجامعي الاعلامي الاول هو الاول في نسخته هذه ينطلق لجمع الشباب والمهتمين في المجال الاعلامي بمختلف اشكاله في مكان واحد اليوم يعني كان هو حفل الافتتاح بمشاركة العديد من الجهات الإعلامية في الدولة منها الصحف القنوات التلفزيونية القنوات الإذاعية أيضا المبادرات الشبابية المنطلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حاولنا إحنا نقدم كل هذه الأشكال وكل المؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها للشباب طبعا راح تكون أيضا هناك مجموعة من الورش والدورات التي تقدم يوميا على المسرح أو الخشبة الخاصة في الملتقى آه بالنسبة لهالملتقى. الملتقى لو تعطيني تفاصيل اكثر مدته من الفئه المستهدفه لهذا الملتقى؟ طبعا اليوم بدينا وهو مستمر لمده ثلاثه ايام راح تكون في فتره صباحيه تبدا من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 12 مساء والفتره المسائيه تبدا من الساعه 4 الى 9 مساء الفتره الصباحيه الاكثر هي تخصيصا لطلبه المدارس الثانويه والاعداديه الفتره المسائيه تكون هي اكثر يعني تخصصا في طلبه الجامعات وايضا المختصين في المجال الاعلامي من خلال البرامج اللي تقدم خلال هذه الفترتين يعني حاولنا احنا نقدم برامج حيويه شبابيه او يعني تستهدف الفئه العمريه اللي هي الثانويه والاعداديه في الفتره الصباحيه وبرامج اكثر تخصصيه في الفتره المسائيه لطلبه الجامعه والمختصين والمهتمين في المجال الاعلامي يقدمها العديد من يعني المدربين والمتحدثين العديد منهم جاء من خارج قطر مثل سلطنه عمان من دوله الكويت ايضا من تركيا من الولايات المتحده الامريكيه بمشاركه يعني واسعه من الجهات المهتمه في مثل هذا المجال ونتمنى أن يكون يعني اللي في هذه النسخة الأولى يعني يستفيد من شبابنا وشباتنا في قطر شاء الله بالنسبة لتفاصيل الملتقى والورش اللي تم تقديمها هل شون, في شون واحد يقدر يوصل حق هالتفاصيل هل من خلال السوشيال ميديا من خلال الويب سايت شلون تم نشر هذه المعلومات سؤال جدا مهم اي حد حاب يعرف يعني اوقات هذه الورش من مقدميها ممكن انه يدخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه في المركز الاعلامي للشباب سواء كان على تويتر او الانستغرام كل الجداول تم يعني محاوله نشرها ويعني محاولة أيضا بثها عن طريق اللي هي مثلا وزارة التعليم اللي طرشتها وعممتها على المدارس في قطر أيضا الجامعة قامت بتعميمها على طلبة الجامعات في قطر فحاولنا أن احنا ننشر يعني على قدر المستطاع ونتعم الفائدة للجميع في هذا أكيد الملتقى أكيد أكيد أستاذ عيسى كلمة أخيرة حاب توجهها للسادة المشاهدين حقيقة هذا الملتقى يعني تم الاعداد له وتجهيزه للشباب والشباب المهتمين في هذا المجال الاعلامي اللي حاب يتعرف على المؤسسات الاعلاميه اللي حاب يتعرف على المبادرات الشبابيه المشاركه معنا اليوم اللي هي مهتمه في مجال السوشيال ميديا والاعلام الاجتماعي اللي حاول ايضا يلتحق في المركز الاعلامي للشباب يتعرف عليه اكثر يقدم ايضا مبادرات احنا يعني نحاول ايضا نستقطب المبادرات عبر هذا الملتقى اي حد عنده افكار جديده اي حد عنده جديده في الاعلام الاجتماعي، في الاعلام المقروء، في الاعلام المسموع، الابواب المركز مفتوحه، سواء كنا في هذا الملتقى خلال الثلاثه ايام الموجودين في هنا، او في المبنى المركز الاعلامي للشباب التابع لوزاره الثقافه والرياضه. ان شاء الله، السيد عيسى عبد الله مدير الشؤون الاداريه وشؤون الموظفين بالمركز الاعلامي للشباب، شكرا جزيلا لك. لكم الشكر والتقدير على هذه الجهود وعلى تواجدكم واهتمامكم ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب شكرا. اعزائي المشاهدين مثل ما ذكر السيد عيسى عبد الله ان هذا الملتقى الاعلامي الجامعي الاول من نوعه في دوله قطر، وطبعا الملتقى ما اقتصر على دعوه الجهات الحكوميه والاعلاميه في دولتنا الحبيبه قطر، بالعكس توجهت الدعوه وامتدت الى الدول الشقيقه والمجاوره. طبعا كاول يوم في هذا الملتقى ما شاء الله شفت نسبه الاقبال من مهتمين في هذا المجال الاعلامي نسبه كبيره جدا طبعا نتمنى التوفيق لكل شبابنا وبناتنا في هذا المجال وهذا كل اللي عندي وارجع للزملاء في الاستوديو شكرا لك زميل فيصل ابراهيم من المؤسسه العامه للحي الثقافي كتاره مشاهدينا الكرام احنا وصلنا معكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا سلمان شنو اهم الامور اللي صارت اكيد اهم الامور ان احنا نرجع ونتكلم عن ابرز ما جاء في كلمه حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى في الامم المتحده اليوم واعلن عن مساهمه دوله قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزريه الصغيره الناميه والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ وأيضا المخاطر الطبيعية والتحديات البيئية أيضا إعلان عن كأس العالم 2022 سيكون أول نسخة لكأس العالم صديقة للبيئة وذلك باعتماد الطاقة الشمسية. في جميع الملاعب فقرة أيضا كانت فيها فقرات عن البي... البلدية والبيئة نعم تكلمنا أيضا عن البلدية والبيئة وعن مساهمتهم وعن محافظتهم طبعا على الروض ومسا... ومحافظتهم على النباتات المهددة بالانقراض ونتمنى طبعا من المشاهدين بما أن احنا يعني خلاص قربنا لفترة الشتاء وقربنا الموضوع الكشتات ولعنا نتمنى منكم المحافظة على نظافة البيئة المحافظة على هذه الأشياء لنا هي لنا ولكم فمحافظتكم على هذه الأشياء راح إن شاء الله تخليها تستمر وإن شاء الله نقدر السنين القادمة كلها نروح ونكشت ونستانس اكيد كانت معنا ايضا سيده زينات من جامعه حمد بن خليفه وتكلمنا عن الفعاليه اللي عندهم من يوم الاحد امس الى يوم الاربعاء وايضا كان لنا نقل مباشر من نيويورك من امام نعم. الامم المتحده مع زميلنا عبد الله المريخي وختاما مع المركز الاعلامي للشباب والملتقى الجامعي الاعلامي الاول وزميلنا فيصل ابراهيم من كتاره يعطيهم العافيه ما قصروا طبعا الزملاء ويعطيكم العافيه مشاهدينا على المشاهده انتظرونا إن, ان شاء الله بك في حلقة جديدة من برنامج حياتنا ومع السلامة, مع السلامة.